بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 24 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد السواد صلى الله عليه وآله وسلم، وعشان كده قالوا أشار الله إليه، إلى شعر النبي في قول الله تعالى والليل إذا يغشى، وأشار إلى وجهه بقوله والنهار إذا تجلى، فكان بشرته أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، وكان شعره شديد السواد، وكان جعدا رجلا. يعني إيه جعدا رجلا؟ يعني شعره ناعم مموج، ناعم مموج كده، مموج كده. فأخذ من الصبوتة النعومة، وأخذ من الجعودة التمويج، فأخذ من كل صفة جملها. يبقى في ناس شعره صبط، صبط يعني يعني ناعم نازل كده على طول، زي الجماعة الصينيين واليابانيين والناس دول، تلاقي شعرهم نازل على طول كده، مفيش أي تجاعيد، فاهم؟ ده اسمه صبط. وفي ناس تانيين قطط زي الجماعه الافريقيين، خدت بالك؟ تلاقي شعره كده مكتكت كده، احنا نقول عليه ايه بالمصريين؟ يقول لك مكتكت، هي باللغه الفصيحه بالقاف، قطط قفطاء، احنا نخليها كافته، فهمت؟ قطط. فالقطط تجعدته شديده قوي لدرجه تحط ايدك كده تكاد ايه تتعور، كانك بتحطها على مسامير مثلا، واخد بالك؟ لكن ايه، والصبت مفيش اي تمويل. لكن النبي بقى خد من كل صفه جمل، فهمت بقى؟ فكان جعدا رجلا، يعني كان ناعما مموجا، فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. النبي كان يترك شعره في الغالب، لان عاده عصره كانوا لا يحلقون رؤوسهم للرجال بل يتركوها كالنساء، وكانت لا تحلق الا اذا عمل عمره او حج، غير كده هو سايب شعر صلى الله عليه وسلم على عادة أهل عصره صلى الله عليه وسلم. فكان إذا كان قريب عهدا بعمرة وحد شافه كده بعدها بثلاث أربع خمس شهور، يلاقي شعره إلى أنصافه أذنيه، يسموه إيه؟ وفرة، يسموه وفرة. يبقى يلاقي شعره إلى إيه؟ إلى شحمة أذنه أو أنصف أذنه، يبقى ده شاف النبي إيه؟ كان قريب العهد بعمرة، بقاله ست سبع شهور عاملها ولا حاجه. طيب واللي يشوف النبي بعديها بمده اطول يقول لك ايه؟ كان شعره لمه، يعني يلم الى منكبه، يبقى لمه يعني اذا الم الى منكبه، يعني ايه؟ يعني طال شويه. شحمه الاذن اللي هو ايه؟ موضع القرد اللي هو الحلق من الاذن، دي شحمه الاذن. شوف انت لما بتلبس الست، لما تلبس الحلق بتلبسه فين؟ في شحمه الاذن، دي اسمها شحمه الاذن، الحته الطريه اللي من الاذن من اسفله. يبقى كان اذا كان لمه الى وفره الى شحمه الاذن، ولمه يلم الى ايه؟ كتف. واذا شافوه بقى له سنه لا اعتمر ولا حج، يكون طال قوي، فايه؟ يقولوا عليه ايه؟ جمه، يكون بين منكبيه، نازل بين المنكبين الشريفين، فهمت بقى؟ يبقى شعر النبي كان يمر ايه؟ بثلاث احوال، وفرة لمة جمة. عشان كده يقول لك ايه؟ ولج، واو لام جيم، خدت بالك؟ واو ولج، ك
كان السيد عبد الله الصديق الغمار يقول لي كده، شعر النبي ولج. علشان يعني حفظها لنا. فالواو للوفرة، واللام للأمة، والجيم لإيه؟ للجمة. شعر النبي لم يأتي عليه شيب، أقصى ما عدوا شيب النبي قالوا 20، بعضهم قال 16، بعضهم قال 13، كل واحد وشطرته. لكن إيه شعر النبي؟ إيه؟ لم يشب صلى الله عليه وسلم إلا في عنفقته. العنفقة اللي هو إيه؟ الشعر اللي على الشفة السفلى يسموه عنفقة. فكان إيه في كم شعرة بيضاء كده في العنفقة، وكان في صدغيه، وكان في مفرقه. كان إذا الدهن يعني دهن زيت أو شيء، فلمعان الزيت يواري الشيب ما يبانش. كان إذا الدهن وراهن الدهن، يعني أخفاهن الدهن. كويس؟ ده كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا حلق يوزع شعره على إيه؟ على الصحابة يتبركون به. يبقى النبي كان يدلهم على التبرك بآثار الصالحين. فهمت إزاي؟ يعني كان مذهب النبي مخالفا أو دين النبي مخالفا لمذهب الوهابي. فهمت؟ لأن النبي كان يعني يؤيدهم على التبرك بآثاره. إحنا بالأمس لما قرينا الحديث وهو نائم واستنقع عرقه على قطعة القديم في بيت أم سليم، فأم سليم عملت إيه؟ جمعت العرق وحطته في عتيدتها. فالنبي استيقظ، قال ماذا تفعلين؟ قال نرجو بركته لنا ولصبياننا. قال لها إيه؟ أصبتي. قال لها أصبتي. لكن محمد بن الوهاب هيقول إيه؟ أخطأتي. فاهم؟ فنمشي مع محمد بن عبد الوهاب ولا مع سيدنا محمد بن عبد الله؟ فهمت إزاي؟ بس واللي عنده عقل بقى يختار. النبي كان شعره ناعما في نعومة، فكان يسدله. يعني يسدله يعني ايه؟ يتركه ينزل كده على جبينه وعلى جباته. المصريين قالوها قصة، المصريين يقولوا عليها ايه؟ قصة. كان يسدل شعره احيانا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان كان اهل الكتاب بيسدلوا، والنبي كان يحب ان يوافقهم في اول الامر تطيبا لخاطرهم وتأليفا لقلوبهم. فكان اهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان اهل الجاهلية يفرقون شعورهم. فالنبي اراد ان يغير مظهره عن اهل الجاهلية. فهمت ازاي؟ فسدل شعره اولا، ثم بعد ذلك فرقه في اخر عهده في امره صلى الله عليه وسلم، حيث انه امر بمخالفة اهل الكتاب بعد ذلك، ففرق شعره بعد ذلك. وصار الامر بعد ذلك السدل جائز والفرق سنة. واضح؟ يبقى الراجح بعد كده، لان في بعض العلماء في مذهب قال لك السدل نسخ بالفرق وبالتالي ما تسدلش. فهم؟ في علماء قالوا كده، لكن الراجح ان السدل جائز والفرق سنة. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه، قال في الحديث الثامن بعد 206,000، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، قال منصور حدثنا، وقال أبو جعفر أخبرنا إبراهيم يعنيان ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. ومن هنا استدل بعض العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي شرعنا مخالفا له. فهمت؟ استدلوا، ولكن الراجح ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وان شرعنا لابد ان يكون له دليل من القران والسنه. ده الراجح، يعني اختلف الاصوليون في المساله، هل شرع من قبلنا شرع لنا في مساله لم ينص شرعنا عليها ام لا؟ بعضهم قال نعم، والبعض الاخر قال لا. لماذا؟ لوقوع التحريف في دينهم، لان ربما يكون هناك حكم محرف. فهمت ازاي؟ لاحتمال وقوع التحريف في دينهم، فيبقى ليس شرعا لنا.
حتى ولو لم ينص الشرع علينا، وعلى المسلم وعلى الامام المجتهد ان يجتهد فيما لم ياتي فيه نص، ولا ياخذ بشرع ايه؟ اهل الكتاب. فهمت ازاي؟ ده الراجح والله اعلم. يبقى النبي ليه وافق المشركون اولا؟ حتى لان النبي نزل عليه القران، فالنبي ايضا له كتاب. كويس؟ وان ذكر النبي مذكور في الكتب السابقه، فاراد ان يتالفهم حتى يظهروا صفته اولا. فلما بان بعد ذلك خبث طويتهم وانكروا صفته في كتبهم واستمروا على كفرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك سدل شعره وفرق بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وعن ابي قال: وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه. ويبقى ايه الوقت لما تغير العرف؟ صار العرف ان الرجال يقصون شعرهم، وان الذي يطيل شعره دي صفات النساء. فيبقى في زماننا وفي بلادنا من اطال شعره وقع في أزمة أخرى وهو التشبه بالنساء. فهمت إزاي؟ فلا ننصح إن واحد يقول لك أصل النبي كان شعره طويل أنا أطول شعري، تغير العرف وتغير الزمان، وعندنا القاعدة العادة محكمة، فإذا تغير العرف وصار طول الشعر في الرجال تشبه بالنساء، يبقى في الحالة دي وقع في الحرمة، فلا يفعل السنة ويقع في الحرمة. والسنة إن أنا أطول شعري، طب ما أنت تقع في الحرمة. وهي إيه؟ انك تتشبه بالنساء، فايهما تقدم؟ تجنب الحرام اولى من فعل السنه. فهمت بقى المساله؟ بسبب ايه؟ تغير العرف، تغير العرف عرف الناس. فدي نقطه مهمه، لان في بعض الشباب لما يجي يتدين ويروح سايب شعره يقول لك ما هو النبي كان عامل كده. ايوه النبي كان عرف شعر عصره كده، كان الرجل عادي يبقى ماشي كده، ثم كان يترك شعره ويلبس العمامه. انت بتترك شعرك وماشي من غير عمامه، بقيت زي النساء. فهمت ازاي؟ فبالتالي يبقى لازم الانسان لما يقرا الشرع الشريف واحكامه يراعي مثل هذه الامور، حتى لا يفعل امر يناقض به امر اخر. فهم؟ لانه لو ترك شعره وقع في مناقضه امر اخر، وهو عدم وهو التشبه بالنساء، والنبي حذر ايما تحذير من بل لعن، قال لعن الله الرجال المتشبهون بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. وكذلك المراه في الزمن بتاعنا ده لو حلقت شعرها، ده في اوروبا تصور بتحلق شعرها بالموس تمشي قرعة عارضات الازياء. طب هناك ما عندهمش دين والشيطان هو اللي غالب عليهم، ما عندهمش دين كفار نقلدهم؟ فلو جت امراه بقى مصريه هنا في مصر قالت لك انا هحلق شعري كده زي الستات، بدل ما اغطي دماغي لا شعري، ما هو الشعر عوره، واحلقه بالمره واخلص. ما ينفعش نقول لها كده، هتقعي في مشكله كبيره وهي التشبه بالرجال. فهمت ازاي؟ ده حتى لو في الحج والعمره ما ينفعش المراه تحلق، المراه تقصر. فهمت ازاي؟ انما التقصير للنساء. كل ده حتى ليه؟ تتناقض الاحكام، لا تتناقض الاحكام، فلا نفعل امر نقع في حرمه شيء اخر. باب في صفه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان احسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. تعرف بعد اجمل الناس مين؟ هو النبي، اوتي الحسن كله. طب ولما لم تفتن النساء به كما فتنت بيوسف؟ لأنه غطاه الله بالهيبة والوقار والجلال، فكان لا يستطيع أحد أن يملي نظره منه. يبقى سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، وسيدنا رسول الله أوتي الحسن كله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف كان جماله ظاهر غير مغطى بالجلال، فكانت الناس تتملى منه يفتنوا بمظهره، لكن سيدنا رسول الله رحمة، حتى في جماله رحمة، فربنا غطاه بالجلال والهيبه، فلا يفتن يفتتن احد ايه بالنظر اليه صلى الله عليه وسلم. باب في صفه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان احسن الناس وجها. كتير تيجي تسال مسلمين مين اجمل الناس؟ يقول لك يوسف. كتير انا جربتها، سالت ناس كتير فين ان اجمل الناس النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدي من ضمن الحاجات اللي لابد انك انت تفهمها للناس، لان سيدنا يوسف اوتي شطر الحسن، لكن النبي اوتي الجمال كله. فهمت؟
وعلشان كده ستنا عائشة ليها شعر لطيف في هذا المعنى، لما نظرت للنبي كده وتملت من جماله فقالت: لو أن أصحاب زليخة رأينا جبينه، مش وشه بس، ده جبينه بس، لو شافوا جبين النبي بس مش وجهه على بعضه، لو أن أصحاب زليخة رأينا جبينه لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي صلى الله عليه وسلم، فكان أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. مربوع يعني ايه؟ يعني مقصدا، يعني وسط، لا تقول عليه طويل بائن ولا تقول عليه قصير. يبقى المربوع هو ايه؟ المقصد. هيقول لك بعد كده في رواية: كان مقصدا. مقصدا يعني ايه؟ يعني كل صفاته جميلة متناسقة، بحيث ما تقدرش تقول عليه ايه؟ تقول عليه طويل قوي ولا تقول عليه قصير، ولا تقول عليه تخين، ولا تقول عليه رفيع، تشوفه كده تقول ما فيش اجمل من كده. ادي معنى مقصدة، يعني ايه؟ متناسق صلى الله عليه وسلم. وده معنى مربوع بر، بعيد ما بين المنكبين. وده يدل على ايه؟ قوة البدن. لما الانسان يبقى بعيد ما بين المنكبين دليل على قوة البدن، وانه ايه؟ متزن في مشيته. انما ما يبقى كده كنز ورفيع وطويل، لو زقيته كده يقع. لكن ما يبقى بين المنكبين دليل قوة البدن صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة الى شحمة اذنيه. يبقى بيوصف هنا الايه؟ اللمة، وسماها جمة. فاهم؟ عظيم الجمة واطرافها الى شحمة اذنيه. لان خد بالك ان الشعر ايه؟ بتلاقيه لما يجي كده على الاطراف يقصر شوية، ويجي في الورا يطول اكتر. طيب، يبقى عظيم الجمة التي ما بين منكبيه، فاذا جاءت الى اذنيه وصلت الى ايه؟ شحمة اذنيه. عليه حلة حمراء بنية. احمر عند العرب يقصد به البني، لان العرب ما كانتش تعرف البني. كلمة بني دي ما تعرفهاش العرب، براون دي ما تعرفهاش العرب، كانوا يقولوا على البني احمر بر. فهمت بقى ازاي؟ عليه حلة حمراء يعني بنية اللون. ما رأيت شيئا قط احسن منه. والحلة هو ثوب جديد مكون من عدة قطع، كويس، مكون من قميص وإزار ورداء. فهمت ازاي؟ يبقى الحلة هو عبارة عن ثوب مكون من قطع متعددة. زي انت الوقت تجيب بدلة مثلا، تلاقيها بنطلون وجاكيتة وتحتها قميص وسديري، وتجيب كرافتة وتحط كوفية، كل دي اسمها حلة، لأنها ايه؟ مكونة من طبقات كثيرة. زي الزي الأزاري، يبقى جبة وقفطان تحتيها، وبعدين مش عارف حزام. كانوا زمان يحزموا كده، بطلوا يعملوه، بس دلوقتي بيعملوها الناس القدام، واخد بالك؟ وبعدين يحط عليه كوفيه كمان، ويلبس عمامه، يبقى اخر شياكه كده، دي اسمها حله. فهمت ازاي؟ يبقى الحله مكونه من عده ايه؟ اثواب، مطابقات في بعضها. يبقى علي حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم. طبعا. وعن ابي قال حدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رايت من ذي لمه احسن من حله، ما رايت من ذي لمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، شعره يضرب منكبيه. يبقى ده وصف الايه؟ الجمه. شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، اللي هو مربوع اللي هو مقصد، كل ده بمعنى واحد. قال أبو كريب: له شعر. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. هناك في رواية أنس قلنا أحسنهم خلقا، هنا قلنا أحسنهم خلقا، لأننا بيتكلم هنا على الـ على على الإيه؟ على الخلقة. إنما أنس كان بيتكلم على الخلق،
وان النبي لم ينهره قط ولم يقل له لما فعلت كذا، فبيتكلم على الاخلاق على السلوك. فيبقى في روايه انس قلنا خلقا، احسن الناس خلقا. هنا في روايه البراء بيتكلم على الصفات الظاهره في الخلق، فنقول ايه احسن الناس خلقا، احسن الناس وجها واحسنهم واحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، يعني ليس بالجعد يعني المتجعد قوي، ولا بالصبت ولا الناعم قوي، يعني وسط، يعني جعدا رجلا بين أذنيه وعاتقه، يعني يوصل لحد ما يبقى بين أذنيه وعاتقه، يعني اللي هي ايه اللمة يعني. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، يعني واسع الفم، ودي علامة الفصاحة عند العرب، ضليع الفم يعني واسع الفم بما يناسب حجم الوجه الكريم. وضلاعة الفم عند العرب دليل على الفصاحة، والنبي كان أفصح الخلق، فكل علامة في الخلقة تدل على علامة في المعنى على فكرة، فضلاعة الفم دليل على الفصاحة. أشكل العين يعني فيه حمرة في البياض، حمرة في بياضه الداخل، عارف أنت المآقي اللي هو البياض اللي من الداخل اللي من جهة الأنف يسموه إيه المآقي، طب والبياض اللي من الخارج يسموه الملاحظ، فهمت؟ يبقى النبي كان نظره في الدنيا جل نظره الملاحظة، يبصها كده من خارج عينيه. طب المآقي اللي هو إيه البياض اللي من الداخل، لأن سواد العين بيقسم بياض العين إلى بياض في الداخل داخلي جهة الأنف وبياض خارجي لجهة الأذن، مش كده برضو؟ البياض اللي من الداخل ده يسموه المآقي، فكانت هذه المآقي في النبي فيها حمرة، ده معنى أشكل العين، يبقى حمرة في مآقيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على إيه؟ على أنه شخص وراء مهام كثيرة وقليل النوم، فتدل على أن هذا الشخص شخص مهم. أما تلاقي واحد بهذا المنظر ده عنده بقى إيه يعني مهمات كثيرة، ليس متنطعا ولا متلطعا وليس فارغا وفاضي البال، وعلى شكل كان فيه صفة يحبها العرب فيه، يقول لك هذا رجل مهم بقى، اللي له إيه عنده حمرة دائمة في مآقيه، دليل أنه عنده شغل كثير ومشاغل كثيرة ومسؤوليات كثيرة، وهذا من كثرة سهره صلى الله عليه وسلم إيه وقلة نومه، فكانت هذه الصفة تعتبر. لكن في صغره اتفضل، كان في صغره إيه شديد بياض البياض شديد سواد السواد في صغره صلى الله عليه وسلم، فلما إيه صار بعد ذلك مهموما بأحوال أمته وأعباء رسالته صار أشكل العين، يعني بقى في مآقيه حمرة دائمة لقلة نومه وكثرة عباداته وانشغاله صلى الله عليه وسلم. منهوس العقبين يعني قليل لحم العقب، وقلة لحم العقب دليل النشاط، لما يكون واحد كسول تلاقي لحم عقبه كده مبطرخ كده، رجلين بطرخة كده عاملة زي رجل الفيل كده، انما ما يبقى واحد نشيط تلاقي ايه منهوس لحم العقب.
تلاقي الحته دي ما فيهاش لحم كثير وغير متورمه، ده دليل النشاط والعافيه. لان الانسان لما يمرض رجليه تورم من علامات المرض، فاهم؟ فكان النبي منهوس لحم العقب. قال: قلت لسماك. شعبة بيسأل سماك، شعبة بن الحجاج راوي الحديث بيسأل سماك اللي هو شيخه اللي بيروي له الحديث. قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ يعني كلمة ايه ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت ما اشكل العين؟ قال: طويل شق العين. وكل العلماء قالوا ان السماك هنا اوهم في معنى اشكل العين، وكلامه خطأ، وهم من سماك. فهمت ازاي؟ لم يوافقه كل العلماء، لم يوافقه سماك في تفسير معنى اشكل العين معناه طويل شق العين، بل اشكل العين عند العرب معناه حمرة في المآقي. فهمت بقى؟ قال: قلت ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض مليح الوجه. وعن ابي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن ابي الطفيل قال: قلت له: ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان ابيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات ابو الطفيل سنه 100 وكان اخر من مات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو الطفيل ده اخر من مات من الصحابه، ومات بالشام، ومات سنه 101 هجري. الامام مسلم هنا قايل 100 على عاده الايه المسلمين ان هم بيخصموا الكسور يعني. فيبقى سيدنا ابي الطفيل، وكان لما يجي يتكلم كان يقول ايه: رايت رسول الله وما راه احدا وما ولم يبقى على وجه الارض احد راه غيري. كان يتباهى بالحكايه دي لانه كان كل الصحابه مات وهو بس اللي لسه عايش، فكان اخر من مات من الصحابه. وعن ابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن الجريري عن ابي الطفيل قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الارض رجل راه غيري. قال: فقلت له: فكيف رايته؟ قال: كان ابيض مليحا مقصدا. يبقى مقصدا يعني ايه؟ وسطا، معتدلا، متناسقا. ادي معنى مقصدا. باب شيبه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال: عمر حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس، كأنه يقلله. إلا يعني شوف إلا، هل كده شاور يعني؟ إلا يعني حاجة قليلة يعني. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. في روايات أثبتت أن النبي خضب، زي رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر، ورواية عن أم سلمة إن رأوا عندها شعرات للنبي محتفظة وعليها أثر الخضاب. وفي رواية تانية تقول أنه ما خضب. بعض العلماء قالوا أنه لم يخضب، رجحوا انه لم يخضب قط لعدم الحاجه الى الخضاب، وان ما راوه من شعراته مخضبه انها خضبها من احتفظ بها عنده، يعني خضبوها لما خدوها يحتفظوا بها فخضبها عشان يحتفظ بها، او انها كان فيها اثر الخضاب وليس خضابا بل هو اثر الطيب الذي كان كثيرا ما يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علماء تانيين زي الامام النووي قال: لا، ده هو خضب مره او مرتين لبيان الجواز، ثم بعد ذلك واظب على عدم الخضاب للجمع بين الايه؟ الروايات. فهمت ازاي؟ فاختلفوا، هل النبي خضب ام لم يخضب؟ الامام النووي قال: ومن وافقه على انه خضب نادرا، عملها مره او اثنين في حياته، وبعد كده لم يخضب. حتى نثبت الروايات التي اثبتت الخضاب. وبعدين ايه؟ والروايات التي نفت الخضاب، نفت الخضاب على اعتبار ان ما روي من خضاب كان اثر الطيب وليس اثر الحناء. أثر الطيب الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على شعره. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم.
وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر. الكتم ده بيضيفوه على الحناء علشان يمنع الحمره الشديده اللي في الحناء، بدل ما يبقى شعره احمر كده. في ناس تحني شعرات ليه احمر كده، شكله تستعجبه يعني، المصريين لما يشوفوه حتى يتعجبوا. لكن هناك في اليمن معتدين المنظر ده، والهند ما عندهمش مشاكل، لكن المصريين عندهم لو عملت بالحنه الحمراء دي يا سلام، ده يمشوا وراك يعملوها زفر. فهمت ازاي؟ شغلانه. فكانوا ايه يعملوا ايه؟ يضيفوا عليها الكتم ده. الكتم ده نوع تاني يخلي الحمره بتاعت الحناء مكتومه شويه، يكتمها شويه، يخليها مائله للسواد يعني. وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انه لم ير من الشيب الا قليلا، يعني ما احتاجش يعني يوصل. وعن ابي قال حدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت ان اعد شمطات كن في راسي، الشمطات اللي هي الشعرات البيض، اعد شمطات يعني شعرات بيض كن في راسه فعلت. وقال لم يخطضب، وقد اختضب ابو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. وعن ابي قال شعر سيدنا عمر كان قليل لانه كان اصلع، فكان يدوب عنده شعر في جانب شعره. فهمت ازاي؟ فاختضب بالحناء بحتا. وعن ابي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يكره ان ينتف الرجل الشعره البيضاء من راسه ولحيته. قال ولم يخطضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما كان البياض في عنفقته، الشعر اللي على الشفه السفلى، وفي الصدغين اللي هو الصدغ اللي هو ايه؟ اعلى الاذن، الشعر اللي اعلى الاذن كده على جانبي الجبين يسموه الصدغ. وفي الصدغين وفي الراس نبذ، نبذ نبذ يعني قليل، نبذ يعني نذر، نفس المعنى قليل يعني. وعن ابي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واحمد بن ابراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي داود قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر انه سمع ابا اياس عن انس رضي الله عنه انه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء، يعني ما عبه، لان الشيب تعيبه النساء. يقصد ايه يعني ما شانه ببيضاء؟ يعني حتى لا يعاب من النساء يعني. وعن ابي قال حدثنا احمد بن يونس، ولكن الشيب وقار عند الرجال وقار، لكن عند النساء يقول لك ده راجل عجوز ما خدش العجوز انا. فهمت ازاي؟ عملوها اغنيه حتى في مصر، يقول لك ما خدش العجوز انا. وعن ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض اصابعه على عنفقتي، هذه اشار الى عنفقتي اللي هي الشعر اللي على الشفه السفلى. قيل له مثل من انت، مثل من انت يومئذ، يعني كان سنك قد ايه تقريبا لما شفت كده يعني؟ قال ابر النبله واريشها، يعني كنت مميز يعني اعرف ابر النبل واريشها، مش طفل صغير كده، لا كنت حاجه ما شاء الله يعني صناع يعني. وعن ابي قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. وعن ابي قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن اسماعيل عن ابي جحيفه بهذا، ولم يقولوا ابيض قد شاب. شوف الروايات اللي مخالفه للصحيح، يبقى لك في الاخر الامام ايه؟ مسلم. يسموها ايه؟ يسميها متابعات. يبقى الاولانيه يسموها ايه؟ شواهد، دي اقوى حاجه بقى.
والتانية بقى المتابعات، يجيب لك بعض الروايات عشان ينبهك انها رؤية هذا، ولكن مش مقصود المعنى كده، المعنى اللي احنا قايلينه الاولاني، فاهم؟ وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان اذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، واذا لم يدهن رؤي منه. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شامط، يعني شاب، مقدم رأسه ولحيته، يقصد في لحيته هنا اللي هي العنفقة يعني، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. شعث يعني ايه؟ يعني بغير دهن يعني، يبقى شعث يعني لم يتركها بغير دهن. وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل: وجهه مثل السيف، يعني بيسأل هل وجه النبي مثل السيف في اللمعان يعني؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، يعني في الإنارة. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ونقرأ غدا موضوع الخاتم إن شاء الله بالتفصيل في الباب القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.